يعاني الحاج أحمد محمد من الفشل الكلوي، وتكاليف العلاج تزيد من صعوبة حاله على الرغم من مجانية عمليات الغسيل. أول حاجة الأدوية نحن علينا المرضانين ديل كثيرة علينا، جيب الدريب وجيب الحقن وجيب المعرفة الشاشات، في ناس حق الأسبر جمع عندنا دكتور، فنحن نتمنى من الناس أن المكانات دي ذات يزيدوها، في ناس عيانين كتار يزيدوا المكانات دي. في هذا المركز الذي أنشأته جمعية زارعي الكلى السودانية بجهود شعبية تجرى عمليات الغسيل والزراعة للمرضى، لكن المستشفى بحاجة للدعم وتوفير بعض المعينات. المشكلة إنه المحلول اللي بيقصوا بيه والدواء هو شوية غالي، فبياخد معهم يعني بيخلص بتجيبه كل مرة وبيخلص لأنه غالي غالي شديد، والجمعية بس شوية محتاجة دعم في الحاجة دي عشان تقدر توفره للزارعين. وتطمح وزارة الصحة بالخرطوم في إجراء نحو 300 عملية زراعة في العام بعد أن تجاوز عدد المصابين بالمرض في السودان 6000 مريض وسط شح في المستشفيات والمراكز المتخصصة في توفير العلاج. الآن المنتظرين عندنا ما مدته لم تتجاوز أسبوعين، يعني هم 40 شخص، وسنقوم بافتتاح مركز آخر في التوسعة الأفقية والرأسية. التوسعة الأفقية سنقوم بافتتاح مركز في المستشفى الصيني للكلى، والتوسعة الرأسية أن تزداد عدد الماكينات من 400 لتصبح 417. هذا المركز به 17 ماكينة سيستوعب كل المنتظرين، ويصل عدد المراكز المتخصصة في علاج الكلى نحو 27 مركزا. تتعدد صنوف المعاناة والمرض واحد، فازدياد أعداد المرضى يشكل ضغطا على المستشفيات ومراكز الغسيل وزراعة الكلى، مما يضطر المرضى للسفر إلى خارج البلاد أو إلى العاصمة الخرطوم حيث تتوفر العناية اللازمة والإمكانات المريحة. طارق التجاني، سكاي نيوز عربية، الخرطوم.